الأول السلام عليكم، أهلا بكم في مقرر النان تكنولوجي. والأول أعرفكم بنفسي، أنا دكتور محمد رجب، قسم هندسة القوى الميكانيكية ومدير مركز النانو تكنولوجي اللي كتير منكم دخلوه النهاردة، أو المفروض كلكم النهاردة دخلتوه. هناخد مع بعض ان شاء الله منهج النانو تكنولوجي، ولانه مقرر اختياري فزي ما قلت لكم قبل كده في الاونلاين هيكون المنهج بسيط، والحاجات اللي هتبقى مطلوبه منكم حاجات بسيطه. يعني احنا هناخد النهارده مثلا محاضره هيتجهز لكم من المهندسه ريهام شويه، مثلا سؤال مقالي، اسئله اختيار من متعدد، اسئله صح وغلط على البرزنتيشن دي، وكمان اللي انتوا دخلتوه في المعمل او اللي انتوا شفتوه في المعمل هيتعمل لكم عليه ملخص، وهيبقى من ضمن الاسئله. يعني هتاخدوا مثلا، انتوا دخلتوا واتفرجتوا على الالكترو سبيننج او اللي هو الجهاز الغزل الكهربي، هتاخدوا ملخص كده بي دي اف ممكن يكون نص صفحه او ثلاث ارباع صفحه، اسم الجهاز، مواصفات او الجهاز، فكره عمله ايه والجهاز استخداماته ايه، مجرد نص صفحه كده علشان يبقى بنربط بين ده وبين ده. حد الأول عنده مشكلة النهاردة في اللي اتقال لكم؟ طب فهمتوا حاجة؟ استفدتوا فيه بيه حاجة يعني ولا؟ لا، ما أنت هتشوف بس، يعني هل هو مفيد ولا ملوش لازمة إنك تعرفه ولا؟ طيب الجهاز ده له كتير من التطبيقات الطبية، هنبقى نقولها إن شاء الله بالتفصيل. هي أعتقد المهندسة ريهام والمهندسة ريم شرحوا لكم فكرة عمل الجهاز والجهاز مكون من إيه و و و، لكن إحنا نربط بقى ده بالبيوميديكال فيلد، هو ده اللي احنا هنبقى نقول عليه مره بمره ان شاء الله. لكن خلونا النهارده نتكلم عن مقدمه كده بسيطه عن النانو تكنولوجي، مقدمه بسيطه وسريعه وخفيفه، وان شاء الله محاضراتنا دايما هتكون بسيطه لان احنا مش هندخل بتعمق في حاجه، هنقول من بره كده بس نعرف مجموعه معلومات كتير. النهارده بالنسبه للمحاضره بتاعنا هنتكلم او هنعرف النانو بارتكلز، وهنتكلم على النانو ماتيريالز والدايمنشنز بتاعها، الابعاد بتاعها وتفاصيلها، وازاي بنقول ان الماده دي نانو ماتيريال او بنقول عليها بالك ماتيريال، وهنعرف الادفانتجز اوف يوزنج نانو ماتيريالز، مميزات او ايه فوائد النانو ماتيريالز دي، وليه النانو ماتيريالز عملت الطفره اللي هي عملتها في الفتره الاخيره، وان في كتير من الناس بداوا يتجهوا للاتجاه ده. لو جينا نتكلم عن تعريف النانو بارتكل، النانو بارتكل از ا سمول بارتكل ذات رينجز بتوين 1 to 100 nanometers in size. الأول حد فيكم يعرف النانو سايز ده قد إيه؟ النانو 10 أس 9 10 أس سالب 9 من المتر. لو جينا نتخيل كده المقاس ده قد إيه؟ فعندنا الصورة دي تقريبا بتشرح ما بين الماكرو سكيل والمايكرو سكيل والنانو سكيل. الماكرو سكيل اللي هي الأبعاد العادية اللي إحنا نعرفها، حد طوله مثلا متر ونص او مترين، البنش ده طوله قد كذا، السكيل ده سكيل مرئي ومعروف بالنسبه لنا. لكن لو جينا ندخل من اكبر حاجه من اللي هو جسم الانسان مثلا للتفاحه للانس او النمل، اللي هي تقريبا نمله طولها 5 مليون نانومتر، النمله طولها 5 مليون نانومتر. بعد كده الاصغر شويه حاجه احنا حاسينها اللي هي الشعره، الشعره الديامتر بتاعها تقريبا 80,000 نانومتر، يعني 80 مايكرون شعرة، 80 مايكرون. بعد كده العين، لو جينا نتكلم عن العين، العين بتقدر تشوف أو تميز يدوبك لحد 10,000 نانومتر أو 10 مايكرون، أكتر من كده أو أصغر من كده آسف مش هتشوفوه. معرفش أنتوا شغلتوا النهاردة الإلكترو سبيننج ولا لأ، بس النانو فايبرز اللي بتنزل منه دي في حدود مثلا الافرج بتاعها على حسب السوليوشن طبعا وتفاصيله، بس الافرج بتاعها في حدود من، يعني انا كنت شغال عليها حوالي 400 ل 500 نانومتر، يعني ممكن تكون نص مايكرون ولا حاجه. دي الفايبرز اللي بتنزل منها. بعد كده طبعا الايكولاي او البكتيريا، البكتيريا تقريبا في حدود 2000 نانومتر. بعد كده السليلوز نانو فايبرز، السليلوز ده اللي هو بيطلع من قش الرز، بيبقى حوالي من 3.5 ل 100 نانومتر. والدي ان ايه في البايوميديكال فيلد حوالي 2 نانومتر الدايمتر بتاع النانو، اسف الدي ان ايه. طبعا الهيدروجين اتوم او ذره الهيدروجين واحده، الدايمتر بتاع السفير بتاعها تقريبا 1 من 10 نانومتر.
لو جينا بس كده احنا مع نفسنا نتخيل النانو بصورة أكبر شوية، نسيبنا من الكلام ده ونتخيل النانو قد إيه. هنقول مثلا إن الهند مثلا أو قارة أفريقيا على بعضها فيها مليار شخص. لو أنت قدرت تشوف المليار دول بعينيك مرة واحدة كده، فأنت مثلا شايف ماكرو سكيل. لو أنت قدرت تشوف بعينيك المليار مرة واحدة، فمستحيل أعتقد تشوف واحد من المليار دول. يعني متخيلين أو مش عارف، الموضوع صعب بالنسبة لكم تخيلوه، لكن في الآخر النانو سكيل حاجة لا ترى بالعين المجردة، مش هنقدر نشوف. لكن الماتيريالز اللي قدرنا نصنعها من النانو سكيل أو اللي قدرنا نعملها من النانو سكيل فرقت معانا كتير قوي في الصناعة، فرقت معانا كتير قوي في الخصائص بتاعتها، ادتنا خصائص مختلفة عن البالك ماتيريال، وبالتالي عملت طفرة في كتير من المواد. لو جينا نتكلم على النانو دايمنشنز او الماتيريالز، امتى نحكم وامتى نقول ان المادة دي نانو ماتيريال؟ التصنيف بتاع النانو ماتيريالز ثلاثة زي ما انتم شايفين، اما ان انا شغال على نانو شيت او نانو بليت. النانو بليت تعريفه هو ماتيريال واحد على الاقل من ابعاده في النانو سكيل. مثلا عندي ورقة، الورقة دي طولها 10 سنتي وعرضها 10 سنتي، لكن السكنس بتاعها 20 مايكرون او 50 مايكرون، اسف مش مايكرون بقى نانو، 20 نانو او 50 نانو. طالما one of its dimensions واحد من ابعادها في النانو سكيل، بقت دي نانو شيت او نانو بليت. الحاجة التانية ودي هنبقى نوريها لكم فعليا ومعانا منها حاجات، النانو ماتيريالز او اللي هي التو دايمنشنز اللي هي النانو وايرز او النانو تيوبس او النانو رودز. دي ماتيريال اتنين من الدايمنشنز بتاعها في النانو سكيل. زي ما اعرفش اذا كان حد فيكم سمع ولا لا عن حاجه اسمها كربون نانو تيوبس او تيتانيوم دايكسايد نانو رودز. دي ماتيريالز بتستخدم كتير دلوقتي، بالذات الكربون نانو تيوبس. يعني اي حد فيكم هيعمل سيرش على الكربون نانو تيوبس هيلاقي ابلكيشنز كتير جدا ليها، من ضمنها البيوميديكال فيلد، وداخله فيه كتير جدا في كتير من الصناعات بتاعته، سواء صناعات اجهزه او سواء صناعات دوائيه داخله في تفاصيلها وهكذا. هي عباره عن رد، بس الرد ده طبعا مش مرئي بالعين المجرده، او تيوب. التيوب دي ممكن يكون الدايمتر بتاعها من 7 ل 10 نانو متر، والطول بتاعها 50 مايكرون مثلا او 100 مايكرون ايا كان، لكن الدايمتر اللي هو كانه يعتبر الطول والعرض، والارتفاع بقى اللي هو ارتفاع الانبوبه نفسها. ارتفاع الانبوبه مش فارق معايا، او طول الانبوبه نفسه مش فارق معايا، ده ممكن يكون اكبر من 100 نانو، لكن الاثنين التانيين اللي هما البعدين ده وده بالنانو بقت نانو رودز، او اللي زيها النانو تيوبس او نانو واير. بعد كده لو الثلاث ابعاد بتوعها زي السفير ده مثلا، لو الثلاث ابعاد بتوعه اكس واي وزد في النانو سكيل، بقت دي نانو بارتكل. فده الفرق بين التصنيف بتاعهم 1 or 2 or 3 dimensions من الابعاد بتاعته. يبقى الماده عشان اقول ان هي نانو لازم على الاقل بعد من ابعادها يكون في النانو سكيل اللي هو اقل من 100 نانو. طيب ايه مميزات او ايه خصائص النانو ماتيريالز؟ ايه اللي يخليني اقول ان النانو ماتيريال عملت طفره في الصناعه او عملت طفره في الماتيريال ساينس؟ المميزات او الخصائص بتاعها لو جينا نتكلم عنها كده، اول حاجه ان البروبرتيز او ان خصائص المواد دي بتكون مختلفة. هنعرف دلوقتي بالتفصيل ايه الخصائص اللي ممكن تكون مختلفة. اول حاجة في حاجة اسمها الكوانتم افكتس begin to dominate the behavior of matter. الحتة دي يمكن صعبة شوية ومش عايزين نتعمق فيها معاكم، لكن تخيلوا كده بمنتهى البساطة ان انا عندي bulk material، يعني عندي مثلا مادة منها شوية كتير. انتوا عارفين مثلا في المواد الموصلة مش في حاجة اسمها الإلكترونات الحرة اللي بتتحرك؟ لو أنا عندي مادة منها كمية كبيرة، فالإلكترونات الحرة دي هيبقى ليها الحرية في إن هي تتحرك لأماكن كتير، أو بمعنى تاني أنت مديلها مساحة كبيرة تتحرك فيها. مادة مثلا عندي كميتها كبيرة، وليكن مثلا حتة معدن، حتة حديد، حتة الحديد دي كبيرة كده، أو حتة نحاس بلك. الحتة دي فيها إلكترونات حرة، الإلكترونات دي بتعرف تتحرك من ذرة لذرة براحتها، والمسافات بين المستويات بتاعه الطاقه بتاعها قريبه من بعضها، لان في مستويات طاقه كتير، لان الماده كبيره ففي عدد كبير من الذرات، وبالتالي الالكترونات اللي جوه بتعرف تتحرك بحريه.
لكن لو انا جيت قطعت الماده دي لحتت صغيره، لو انا جيت الكتله دي قطعتها حته صغيره هتبقى اصغر، وبالتالي المكان او المساحه اللي الالكترونات كان محرر او كان ممكن تتحرك فيها بقت اقل شويه. طب لو قطعت اكتر، لو قطعت اكتر، لو قطعت اكتر، لو قطعت اكتر، لحد ما وصلت للنانو سكيل. ساعتها لما بتوصل للنانو سكيل بتبقى الاماكن المتاحه للالكترونات ان هي تتحرك فيها محدوده، وبالتالي انا غيرت في خصائص الماده، وبالتالي حصل للالكترونات بنسميه كوانتم كونفينمنت، زي ما تقول كده ايه، انت عملت حبس للالكترون. بعد ما الالكترون، لان الماده كانت بلك كان حر الحركه وبيقدر يتحرك في اماكن كتير، الالكترون ده انت عملت له حبس، فالحبس ده بيغير خصائص الماده، بيغير من خصائصها كلها، بيغير من خصائصها الميكانيكيه، بيغير من خصائصها الكهربيه، بيغير من خصائصها الضوئيه، بيغير من كل خصائص الماده. وبالتالي ساعات هنشوف دلوقتي في ماده كانت معتمه زي ما انا شايف كده، الخشب ده معتم، لو وصلته للنانو سكيل ممكن، انا ما اعرفش الخشب، بس ممكن الماده دي في الاخر تبقى شفافه. الماده خصائصها في البلك غير تماما خصائصها في النانو سكيل، وبالتالي الخصائص دي كلها اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، وهنقول ابلكيشنز كتير عليها ان شاء الله. لكن احنا بنقول هنا ان احنا عندنا بعض المواد، وهنشوف المثال ده دلوقتي بالتفصيل، ان انا عندي مثلا الذهب. الذهب هو ذهب معتم، اي حد فيكم دلوقتي ماسك حاجه ذهب او فضه ممكن يبقى باصص للقطعه دي وشايفها قدامه بعينيه، لكن لو انا وصلتها للنانو سكيل هتكون ترانسبيرنت، هتكون شفافه. مش كل المواد، بس على الاقل اللي جربوه فعليا هو الذهب، وهنشوف المثال بتاعه دلوقتي. الانسيوليترز بيكام كوندكتورز، المواد العازله بتبقى موصله، المواد لما بتوصلش بتوصل، بيحصل تغير في الخصائص الكهربيه بتاعها. النانو ماتيريالز بيكام اكسبكشنالي سترونج هارد اند داكتايل، مثال مشهور من الامثله اللي انا بتكلم عليها واللي انا بقول لكم هتشوفوا منه ان شاء الله، الكربون نانو تيوبس. الكربون نانو تيوبس دي كربون، انتوا لو جبتوا حته فحم وجبتها خبطتها كده هتلاقيها اتفرفشت قدامك، لكن لو جبتها في النانو سكيل اللي هي الكربون نانو تيوبس دي قويه جدا، مستحيل تقدر تكسرها. والنانو فايبرز، الكربون نانو فايبرز اللي بتصنع منها دلوقتي الاجنحه الطيارات او الاجسام بتاع الطيارات، لان بيتعمل عليها او بيكون مأثر عليها قوه كبيره جدا، فلازم الحاجات دي تستحمل قوه عاليه جدا وكمان تكون خفيفه. عندنا يعني انا مره خدت من واحد زميلنا قطعه كده من الكربون من اللي بيصنعوا بيها الطيارات، يعني القطعه دي مستحيل، يعني حاولنا فيها باكتر من حاجه مستحيل تقدر تكسرها، يعني قويه جدا جدا جدا. انت بتعمل اعاده تنظيم للذرات، او بتعمل اعاده يعني تشكيل للتركيب البلوري بتاعها، او بتحط نانو اديتيفز على الماتيريال، على الماتيريال او الماده، فالنانو اديتيفز دي بتدخل في اماكن معينه جوه التركيب البلوري للماده فتدي لك خصائص ثانيه خالص. يعني انا اجيب مثلا اديتيف صغير اللي هي نانو بارتكلز واضيفها على ماده ثانيه وليكن الحديد مثلا او النحاس او فده لما بيدخل في المسافات البينيه بين الجزيئات بيغير لي تماما الخصائص بتاع الماده الاصليه دي. هو دلوقتي بقى سبيكه، بس سبيكه مكونه من ماده عاديه وماده في النانو سكيل. الماده اللي في النانو سكيل دي بتدخل تغير الدنيا خالص، يعني بتعمل تغيير جذري لخصائص الماده اصلا، غير ان هي اصلا خصائصها مختلفه. فالنانو اديتيفز او النانو ماتيريالز بتعمل تغيير جامد في الماتيريال. طبعا هنا النانو بارتكلز ميك ماتيريال مور كيميكالي رياكتيف. ساعات في مواد خامله، خامله ملهاش اي استخدام، لما بنوصلها للنانو سكيل بتبقى من افضل الكاتاليستس او المواد الحفازه اللي موجوده عندنا في التفاعلات الكيميائيه، بدل ما هي كان ملهاش اي لازمه بقت هي كاتاليست او بقت بتحفز وبتحسن التفاعل الكيميائي بصوره رهيبه لما بننزلها للنانو سكيل. فدي من الخصائص عندنا بتاعت النانو ماتيريالز. مميزات النانو ماتيريالز زي ما قلنا ان هي لايتر، اخف من المواد العاديه، وان هي تقدر تدخل في اماكن ضيقه او اماكن صغيره. زي ما قلت انا عندي تركيب لماده ذراتها كده، النانو اديتيفز دي ممكن تدخل فتتحط ما بين الذرات، وبالتالي بتعمل بعض قوى جديده مختلفه على التركيب القديم فتغير من خصائص الماده اللي هي الماده الاصليه اللي احنا كنا شغالين عليها. مثال انا ما كنتش عايز اقوله بس هسبق لكم بيه دلوقتي، الكربون نانو تيوبس اللي انا كنت لسه قايلها دي،
الكربون نانو تيوبس دي دلوقتي بدأوا يضيفوها على الإزاز. أنت لما بتصنع الإزاز، الإزاز بيكون ليكويد أو سائل، وأنت بتشكله زي ما أنت عايز. هو جاب الكربون نانو تيوبس وضافها على الإزاز عشان يعمل إيه؟ إحنا لسه قايلين من شوية إن النانو أديتيفز بتخلي الماتيريال أو في النانو سكيل كده كده شفاف. هي الكربون نانو تيوبس لما بتتحط بتكون شفاف، فالإزاز بيظل شفاف زي ما هو. لكن في المقابل الإزاز ساعتها ما بيتكسرش، الإزاز بيبقى قوي جدا جدا لدرجة إنه ما يكسرش بمجرد إن أنا حطيت الكربون نانو تيوبس عليه. طبعا دي ده يعني أبلكيشن واحد أو تطبيق واحد من ضمن تطبيقات كتير إن شاء الله هنبقى نتكلم عليها، على الكربون نانو تيوبس والتيتانيوم دايكسايد نانو رودز وهكذا. لكن ده بس عشان نفهم الحتة دي إيه. بعد كده طبعا الماتيريالز دي بتدي كيميكال وفيزيكال بروبرتيز طبعا مختلفة تماما عن البلك أو عن المادة العادية بتديه. وطبعا برضو حاجة مهمة جدا الهاي سيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو، بتعلي مساحة السطح بالنسبة لحجم المادة. ودي اللي الخاصية دي من ضمن خصائص اللي التطبيق بتاعها استخدام المادة في الكيميكال رياكشنز ككاتاليست أو كعامل حفاز. ايه السيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو؟ تخيل كده معايا ان انا عندي مكعب اللي هو اللي لوحده ده، المكعب ده مثلا 5 في 5. 5 في 5 دول يدوني كام؟ يعني انا عايز مساحه سطح 5 في 5، 5 في 5 ده 25، في عدد الاسطح اللي هم 6 يبقى انا عندي هنا 150 دي السيرفيس اريا او المساحه السطحيه. طبعا الحجم بتاعه 5 في 5 في 5، سيبنا من الحجم دلوقتي. الحجم بالنسبه للمكعب ده هو بالظبط الحجم بالنسبه للمكعب ده، لان انا جبت المكعب ده وقطعته فالحجم واحد. لكن المساحه السطحيه، المساحه السطحيه في المكعب ده 5 في 5 كده، ده مساحه سطح واحد، في عدد الاسطح اللي هم 6 يبقى المساحه 150. في المقابل بقى لو انا جيت للمكعب ده عايز احسب، انا قطعته حتت صغيره وعايز احسب المساحة السطحية بتاعته. المساحة السطحية كام؟ مكعب واحد في عدد المكعبات اللي اتقطعت. انا عندي هنا مكعب، انا عندي هنا قطعت الخمسة قطعتها وحايد واحد 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 واحد، وبالتالي ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس مكعبات في خمس مكعبات تانيين. يعني الرصة اللي فوق دي 25 مكعب صغيرين، 25 في خمسة اللي هم عدد الصفوف اللي عندي، يبقى انا عندي كده كم مكعب؟ كم؟ 125 مكعب. طيب مساحه سطح المكعب الواحد كم؟ انا قطعت المكعب سنتي في سنتي، سنتي في سنتي يبقى كده مساحه سطح واحد اللي هو واحد في 6 اسطح يبقى 6، في عدد المكعبات اللي هو 125 يبقى 725. دي المساحه السطحيه. انا جيت من مساحه سطحيه 150 لنفس المكعب اهو قطعته صغير ل 725. هو ده اللي احنا بنقول عليه سيرفيس اريا تو فوليوم. لو الفوليوم ثابت السيرفيس اريا اتقطعت، وشوف بقت قد ايه، بقت 725. طب لو قطعت المكعبات دي اكتر السيرفيس اريا هتزيد اكتر، طب لو قطعتها اكتر السيرفيس اريا هتزيد اكتر. طب السيرفيس اريا دي يعني اهميتها ايه او ميزتها ايه؟ لا دي ميزتها كبيره جدا في كتير من الابلكيشنز. بمنتهى البساطه انا لو جبت طوبه او اي حاجه، اي جسم مثلا كده، المكعب ده افترضت انه من السكر مثلا وحطيته في ميه، هيبدا يدوب، هيبدا يتاكل، بس هيبدا من الاسطح بس دي، وبالتالي هياخد وقت. بلاش، في ناس تفهم المثال ده اكتر. لو جبت حته فحم وولعت فيها، حته الفحم دي حطيتها على النار، هيبدا، بلاش، لا بلاش فحم، معلش، خلينا حته لحمه. لو انا جبت قطعه لحمه كبيره كده وحطيتها على شواية، القطعة الكبيرة دي اللي هيستوي منها بس هو السطح، لكن جواها في العمق هتفضل نية، لأن ما قدرتش النار ولا الحرارة توصل لها كويس، لأنها كتلة كبيرة. نفس الكلام بالنسبة لحتة الفحم، لو أنا جبت حتة فحم كبيرة كده وولعتها، السطح ممكن يتحرق، وبالتالي البلك أو جوه ممكن لسه، بس في الفحم هي مش مفيدة، لكن في اللحمة الموضوع مفيد. لو أنا جيت للحمة وقطعتها شرايح، كبرت مساحه السطح بتاعها، وبالتالي قطعه اللحمه دي لو انا حطيتها على النار هلاقيها تستوي اسرع او تتشوي اسرع، زودت مساحه السطح. نفس الكلام بالنسبه للرياكشنز او للتفاعلات. لو انا جبت قطعه مثلا معدن وحطيتها في سوليوشن عشان يحصل اي تفاعل،
القطعة دي وهي كبيرة التفاعل يا دوبك هيبقى على السطح اللي هو يعتبر سطح صغير، وبالتالي التفاعل هيبقى بطيء، وبالتالي التفاعل مش هيكون efficient أو مش هيكون كفء. لكن لو جبت المادة دي وقطعتها، المساحة السطحية المعرضة من المادة دي للمادة اللي بتدوب فيها أو للمادة اللي بتتفاعل معاها بقت أكبر، فالتفاعل هيكون أفضل. طب ما بالك بقى لو نزلت للنانو سكيل. النانو سكيل السيرفس اريا فيه كبيرة جدا جدا جدا. عندنا بعض ماتيريالز زي الاكتيفيتد كربون، انا مش متذكر الرقم بصراحة، يعني لو قلته مش هيبقى مظبوط، بس قد نوصل لسيرفس اريا حوالي 500 متر مربع للجرام الواحد، جرام كربون اكتيفيتد كربون. مساحة السطح يعني جرام اللي هو ممكن اشيله كده في اي علبة صغيرة كده، جرام اكتيفيتد كربون. مساحة السطح بتاعه او الاكتيف اريا بتاعته حوالي من 350 ل 500 متر مربع. طب الكلام ده مفيد في ايه؟ مفيد في تفاعلات احنا بنستخدمه مثلا كانرجي ستورج سيستمز، في انظمة تخزين الطاقة، او في بعض تفاعلات ككاتاليست، وبالتالي بيحفز جدا وبيقوي جدا التفاعل اللي بيحصل عندنا. طيب هنا المثال اللي احنا كنا لسه متكلمين عنه من شوية، الذهب في الماكرو سكيل او في السكيل العادي باللون ده، الذهب اصفر. لكن لو انا جبت الذهب كجزيئات وكسرتها او قطعتها او نزلتها لحد ما توصل لنانو سكيل، الالوان بتاع كميه الذهب بالمنظر ده كده. ده مثلا في المايكرو سكيل من 30 ل 50 مايكرون، يعني انا جبت كميه ذهب اهي كميه ثابته وقطعتها خليتها مثلا مكونه من قطع صغيره من 30 ل 50 مايكرون مثلا، بقى ده لونها. قطعتها من 10 ل 20 مايكرون مثلا، بقى ده لونها. لحد ما اوصل ان هي بتنزل في النانو سكيل، فنبص نلاقي كميه الذهب دي لو انا حطيتها في سوليوشن هتلاقيها بالمنظر ده كده شفافه. الذهب غير مرئي في النانو سكيل، الذهب مش هتشوفه لو انت حطيته او لو انت جبته في النانو سكيل، واضح؟ ففي النانو سكيل خصائص المواد بتتغير للاسباب اللي احنا قلناها، وبالتالي استخداماتها مختلفة جدا، والاستخدامات بتاعها يعني قوية وهتفرق معانا كتير ان شاء الله. احنا مش هندخل بتعمق ومش هنتكلم بتعمق في الكيمياء، احنا هنحاول نتكلم في الانجينيرينج ساينس. الفرق بين او قبل ما ندخل في الحتة دي، احنا عندنا different types of nanomaterials، عندنا انواع مختلفة من النانو ماتيريالز. في ناس بتصنفها بطريقة وفي ناس بتصنفها بطريقة، احنا هنشوف الطريقتين. لو انا صنفت naturally occurred nanoparticles او هيومن اوريجين نانو بارتكلز، في الطبيعه نانو بارتكلز موجوده، الطبيعه هي اللي عاملاها، وفي حاجات احنا بنعملها بس بدون قصد، يعني احنا مش عاملينها بقصد حتى، اللي هي الانسيدنتال او اللي هي العشوائيه او بتحصل بالصدفه. اللي في الطبيعه زي ايه؟ زي مثلا المينرال كومبوزيتس او الفولكانيك اش. لو انا عندي بركان ومطلع اش او رماد، الرماد اللي طالع ده مش انا اللي عامله، هو طالع بس البارتكلز اللي طالعه منه او الرماد اللي طالع منه بالنانو سكيل. معرفش اذا كنتوا تعرفوا الموضوع ولا لا، ساعات لما بيطلع او لما بركان بيصور في منطقه بيطلع كميه كبيره من الغبار، والغبار ده بينزل على مدينه جنبه او بينزل على قريه جنبه، فتلاقيه مغطيها بقاش او برماد. الرماد بتاع البركان ده في النانو سكيل، يعني الدايمنشنز بتاعته نانو سكيل. وفي طبعا الفيروسز او الفيروسات في النانو سكيل هي كمان. بعد كده في الهيومن اوريجين نانو بارتكلز، نانو بارتكلز احنا اللي عملناها زي نواتج الاحتراق مثلا، او اللي هي عوادم السيارات، او الهباب اللي طالع نتيجه حرق او كوكينج مثلا، العوادم دي كلها برضو او البارتكلز طالعه منها في النانو سكيل. فده تصنيف، وده تصنيف اول للتايبس اوف نانو ماتيريالز. تصنيف ثاني incidental nanoparticles او engineered nanoparticles، والحته دي بقى دي المهمه اللي فيها الشغل كله، اللي هو engineered nanoparticles. انا بعمل nanoparticles بمواصفات معينه عشان استخدمها في تطبيق معين، زي ما احنا بنقول كده. احنا عندنا بعض nanoparticles بتطلع بالصدفه معانا، زي مثلا عوادم الاحتراق او غيرها. لو هي طالعه معانا بالصدفه ما هيش انجينيرد، فبتطلع تاخد اشكال مختلفه، ممكن تاخد سفير، ممكن تاخد رودز، ممكن تاخد تيوبس، ممكن تاخد اي حاجه. لكن لو انجينيرد نانو بارتكلز، لا، النانو بارتكلز دي انا مفصلها بطريقه معينه علشان استخدمها
في ابلكيشن محدد، عايز اعمل سفيرز لان السفير مساحه السطح بتاعته كبيره، بس عايز اعمله في النانو سكيل. طب ليه؟ عشان احط له على السطح بتاعه مواد تانية، اضيف على السطح بتاعه كوتينج، ممكن يكون اورجانيك كوتينج ويؤدي وظيفه معينه. احنا دلوقتي من ضمن التطبيقات اللي احنا شغالين عليها في المعمل تحت، وهبقى اشرحها لكم بالتفصيل ان شاء الله، اورجانيك سولار سيلز. تعرفين ان السولار سيلز او الخلايا الشمسيه تكلفتها عاليه شويه، ما زال حتى الان مش متسع او مش متوفره كتير، لان احنا بنتكلم مثلا عن ان الكيلو واط الواحد بيتكلف حوالي كوميرشالي تجاريا دلوقتي بيتكلف حوالي من 15 ل 20 الف جنيه. يعني انت في البيت عندك لو عندك تكييف 1.5 حصان مثلا، ده يعمل له كيلو واط لوحده. فالكيلو ده او الحصان او الواحد ونص ده مش بالظبط كيلو، ده ممكن يعمل له كيلو واتنين من عشرة تقريبا. ده لو انت عملت له محطة طاقة شمسية كده تقومه لوحده، يبقى محطة الطاقة الشمسية اللي انت هتعملها له بحوالي 25-30 ألف جنيه، ده له لوحده. البيت بقى كله على بعضه، التلاجة كذا والتكييف كذا والغسالة كذا والإضاءة كذا وكذا وكذا، فتيجي تبص تلاقيك في الآخر بتعمل مبلغ. يعني اللي عايز يعمل بيت، سألت أنا مثلا أنا عندي 3-4 كيلو حمل الشقة، قال لك هتعملها حوالي 70-80 ألف جنيه. في بقى دلوقتي اتجاه رايح لحاجة اسمها الأورجانيك سولار سيلز، في ناس بتصنعها عندنا في المعمل دلوقتي من كلية علوم، التكلفة بتاعتها تكاد تكون منعدمة، تكلفة الخلية. احنا مشكلتنا كلها في الخلية نفسها، مع ان احنا اللي بنروح نطلع لهم السيليكون بتاعنا يعني، بس ما علينا عشان ما نتكلمش في السياسة. المهم ان في عندنا incidental نانو بارتكلز وengineered نانو بارتكلز. هنبقى بنتكلم في نانو اديتيفز، احنا بنصنعها بطريقه معينه علشان نستخدمها في ابلكيشنز معينه، في ان احنا نصنع مثلا ماتيريال تستخدم في كذا، او في ان احنا ناخدها بعد كده ونصنع منها ديفايس او جهاز، الجهاز ده بيتحمل درجات حراره او بيتحمل مواصفات معينه احنا عايزينها، او الجهاز ده صغير لدرجه احنا محتاجينها عشان نستخدمه مثلا في بايوميديكال ابلكيشنز وهكذا. ده بالنسبه للتايبس اوف نانو بارتكلز. النانو ساينس والنانو انجينيرنج الحته دي وهنقفل بيها. النانو ساينس هو دراسه النانو ماتيريالز. النانو ماتيريالز بالخصائص بتاعها بالفينومينز او بالظواهر اللي بتحصل لها. احنا بنقول دلوقتي الماده دي بيحصل لها تغير او بتبقى شفافه، لا الماده دي خصائصها بتتغير، فليه؟ ده اللي بيدرسه بتوع النانو ساينس او مجال النانو ساينس. النانو انجينيرنج الابلكيشن بتاع النانو ساينس او تطبيق العلم ده في ان احنا نصنع اجهزه ومنتجات. دي الحته اللي احنا هنحاول نركز عليها، لكن على الاقل لازم نكون عارفين الكلام ده. النهارده عرفنا يعني ايه نانو ماتيريالز ومميزاتها وخصائصها والتغير فيها والكلام ده. هنقول بعد كده طريقه او طرق تصنيع النانو ماتيريالز او النانو اديتيفز، ازاي بيصنعوا النانو ماتيريالز دي. بعد كده طب استخدام النانو ماتيريالز دي في النانو انجينيرنج والنانو ديفايسز، ايه الاجهزه اللي ممكن نعملها في النانو سكيل او في المايكرو سكيل. واضح؟ مفهوم كده؟ نكتفي بالشويه دول.